وش هنقول لك؟ تربص للدنيا هذا اللي رانا رايحين لها قبل كأس العرب. وش هنقول لك؟ حاجة الأولى جوني ميرسي لكوتش بوغر على الثقة اللي راهو يوضحها فينا يعني في الجروب هدايا. أنا رايحين إن شاء الله نحضروا بيان كوم الفو كيما كوم لي ستاج اللي فاتوا باش نخدموا مليح إن شاء الله باش نروحوا لكوب ضرب بري إن شاء الله. بيان سور وش هنقول لك يعني كوب ضرب هذه يعني اقريب والله فيفا يعني الناس كاع راح تتبع هنا حيكون مستوى عالي فيها. حنا واش نقول لك ان شاء الله نكونوا ضمن التعداد ان شاء الله اللي راح ان شاء الله باش نروحوا نشرفوا الفريق الوطني ان شاء الله يعني نمدوا صوره على الجزائر وعلى الفريق الاول الروسي يعني اللي هو يقدم في مستوى عالي جدا ان شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله وكونترير ما يقلقناش هذا الشيء يعني يزيد يحمسنا باش نزيدوا نخدموا اكثر واكثر يعني تحبوا لا تكره اخويا خاصه الفريق الاول يعني اللاعبين تاعو كاملهم يقدموا في مستوى كبير كسيزو في الفريق الوطني ولا في الكلوب تاعهم. حنا ان شاء الله لي جوار تاع الشامبيون ان شاء الله نخدموا نمدوا كاع اللي علينا ان شاء الله باش نكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله.